دكتور، احنا توقفنا قبل الفاصل وتكلمنا في مبادرة الألف يوم الذهبية اللي هي الإرضاع الأطفال لمدة سنتين، علشان كده مسمينها مبادرة الألف يوم الذهبية. هي ألف يوم ذهبية عشان هي بتاخد رعاية الطفل من جوه البطن اللي هم 9 شهور 270 يوم زائد السنتين اللي هم بنرعى الطفل فيها رعاية مثلى زي ما حضرتك قلتي الرضاعة، لكن مش بس الرضاعة، الرضاعة والتغذية التكميلية، التربية الإيجابية، المباعدة ما بين الحمل من 3 لـ5 سنين. وده خليني أسألك في نقطة مهمة، حتة إيه الحق خوي عشان السن؟ هي دي سن معين للإنجاب فعلا؟ لا بصي، لغاية 49 سنة احنا عندنا نخلف، لكن احنا بنقول لغاية 35 سنة اللي بيبقى معدلات ممكن التشوهات الخلقية وكده تزيد بعد 35 سنة. فاحنا عندنا من 20 لـ35 فترة رائعة نقدر نجيب فيها الاثنين اللي احنا عايزينهم، منهم 5 سنين. هايل. بس لازم ادي ابني حقه في انه يتربى لوحده لمدة السنتين الأولانيين من عمره، اللي هي الجزء الأساسي بتاع الألف يوم، وإني أستعد للطفل الجاي سنة على الأقل عشان أخد الحديد اللي استهلك في الرضاعة بتاعت ابني الأولاني وفي ابني وهو موجود جوه، أخد حمض الفوليك عشان ما يجيليش تشوهات خلقية، أرتاح من الحمل والولادة والرضاعة، أوفر الفلوس اللي هتساعدني في الطفل التاني، أعالج لو عندي التهابات، أضبط السكر، أضبط الضغط، وادخل على الطفل التاني والنفسيه جدا يعني. وادخل على الطفل التاني. الحمل التاني دايما بيجي له الام احيانا بيجي لها مرض نفسي اللي هو اسمه اكتئاب الحمل. طبعا اكتئاب الحمل ده بيجي في 10% من الستات، يزيد لو انا مش عامله استعداداتي للحمل نفسيا، يزيد لو ما رضعتش رضاعه طبيعيه، بتزود احتمالات الاضطراب أو الاكتئاب بتاع ما بعد الولادة. وفي له عوامل مؤثرة كتيرة بتيجي بقى فترة ما حول الولادة واللي جرى فيها. طبعا أنا بنصح كل الستات الحقيقة، وبنتهز الفرصة أن أنا معاكي وأقول لهم الولادة الطبيعية دي شيء أساسي جدا. اوعوا تجروا. في حد لسه بيقول الطبيعي؟ أيوة. شفتي أنت قلتي إيه؟ أنت عندك حق. إحنا عندنا 72% من ستاتنا بيولدوا قيصري للأسف، وبعض المحافظات واصله ل 92%، ودي كارثه. هل ده وهم؟ يعني حته انك ما تقدريش تولدي طبيعي ده وهم؟ والله هو عدم تشجيع للست على انها تولد طبيعي، ومصر اخذ موقف في هذا الموضوع قوي جدا، لان احنا الدوله الاولى على مستوى العالم في معدل القيصريات، والقيصريه بتاثر تاثير سلبي على صحه الام والطفل، بيزود وفيات الامهات، بيزود الولادات المبكره، يخلي الأطفال يدخلوا الحضانات لأن الرئة بتبقى مليانة مية وما تعرضتش لعملية الولادة الطبيعية، بيزود نسبة التوحد في الأطفال. وشوفي إحنا عندنا التوحد بيزيد بشكل مرعب، إحنا كنا 1%، إحنا الوقت بنتكلم في 3.3%. ده معدل كبير جدا، من أهم أسبابه القيصرية وعدم المباعدة ما بين الحمل المتعاقب. حضرتك قلتي الحقي هاتيهم، دايما يقولوا لهم هاتوهم فوق بعض يربوا بعض. معلومة خاطئة جدا، لو ما فصلناش من 3 لـ5 سنين ما بين الأطفال فرصتهم في التوحد 4 أضعاف. فإحنا بنضر أولادنا من غير ما نعرف. واللي بيصعب عليكي إن هم الناس مش عارفين، وعشان كده وزارة الصحة معنية جدا بالملف ده. عملنا بقى في مبادرة الألف يوم الذهبية حاجة اسمها مقدم المشورة الأسرية. مقدم المشورة الأسرية ده دكاترة صيدلة وأسنان وعلاج طبيعي وتثقيف صحي، بندربهم على برنامج معتمد محليا وعالميا، وعاملين لهم أوضة ظريفة جدا في المراكز الرعاية الصحية الأولية كلها، مسمينها أوضة المشورة الأسرية. بيتوفر فيها مكان في خصوصية، الست تيجي تقعد مع مقدمة المشورة تكلمها في كل ما يهم حياتها، من أول مشورة ما قبل الزواج، الاثنين اللي رايحين يتجوزوا يتعلموا يعني ايه الفرق ما بين الشخصيات المختلفة، ازاي نحل المشاكل الأسرية، التعامل المالي شكله ايه واللي مسؤول عن 40% من الطلقات، ازاي نكون أسرة مستقرة، ازاي ما خلفش أول سنة بعد الحمل بعد الجواز. دي حاجة مهمة جدا. أول اتنين ما بيتجوزوا طبعا حضرتك عارفة، ما هو ده برضه موروث. يقول لك اللي لو استخدمتي وسائل منع الحمل هيبقى لك عندك يجيب لك عقم. مش صح، ملوش أي علاقة بالصحة.
ولا أي أساس علمي. تقدر تستعمل لولب وهتولد بعد كده تشيله وتحمل وتولد، مفيش مشكلة. تقدر تستعمل كبسولة، تقدر تستعمل حبوب، تستعمل أي حاجة، بس لازم أول سنة نعرف بعض، نتعود على بعض. أقدر، هي أصعب سنة في الجواز. أيوة، وأكبر نسبة طلاق. ليه؟ لأنه الحقيقة بتفضل بقى الجدود والجدات يقولوا عايزين نشوف خلفتك، طب نطمن على الست انها بتخلف وهي كمان نفسها تشوف بيبي وهو عايز يجيب بيبي، يجي بقى الحمل. انت وحتى عارفه لو في بعض المشاكل يعني بيبقى عندهم وهم ان الاطفال هتقرب البعيد رغم مثلا أن وده الحقيقه ده ظلم للطفل. انا لازم ما اقررش اجيب طفل الا لما اطمن ان انا وجوزي هنستمر مع بعض. صح. انا اجيبه ليه ويتربى بام من غير اب او باب من غير ام؟ ليه؟ يعني في بعض الناس للاسف يا دكتور بيتجوزوا عشان الخلفه فقط. ما هي دي نقطه تانية حضرتك، يعني بتفتحي نقط في منتهى الحساسيه. ان احنا لازم نتعلم ان الجواز ده صحبه، ده سعاده في حد ذاته، ان انا اعيش مع حد بحبه او قبلاه او عايزاه، نعيش نعمل بيت جميل، نستعد نسعد مع بعض ونتعود على بعض. لما نحس ان احنا عايزين نستمر وان الاسره دي بقت اسره فعلا متكامله، نجيب بقى بيبي يستمتع بهذا المنتج. لو مش عايزين نسيب كل واحد يروح لحاله، ما يبقاش في طفل نضر معانا. عندنا مشاكل نفسيه غير عاديه في الاطفال، سببهم مشاكل الازواج. في ستات كمان تقول لك انا خلفت فخلاص انا مش هتطلق، انا هفضل معاه عشان خاطر الطفل. بس الطفل بيبتدي يعيش في مجتمع غير صحي، أسرة غير سوية، فبالتالي بيطلع هو كمان طفل غير سوي. بيطلع غير سوي نفسيا ومضطرب، وممكن ينعكس عليه سلبيا في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. طب احنا ليه نعمل كده؟ ما خلينا ناخد أول سنة نعرف بعض ونتعود على بعض، وأقدر أعمله لنفسي فيه. لأن كلنا كستات عرفنا يعني إيه حمل، تبقي تعبانة ومجهدة وترجيع ومش مش طايقة حد. الزوج نفسه كمان بيتأثر سلبيا بالظبط، لانه حتى مش لاقي الزوجه بقى لو فرحان بيها دي اللي متجوزها عشان تعمله حاجات كتير. وبالتالي خلينا ناجل السنه الاولى، الحقيقه مهمه قوي.